الواقع خبز هو يعني الدافع ولا السبب اللي كانت من وراءه الانتفاضة، والملائكة هو في الواقع هو الحد الأقصى ديال البراءة. يعني ملي كنعتو شي حد بملاك فهو كيكون بريء نوعا ما، وبالفعل بأن الضحايا ديال انتفاضة الخبز على الأقل الضحايا اللي هما في الشريط ديالي هم ضحايا يعني أبرياء، فلهذا ظهر لي أن خبز وملائكة يمثل نوعا ما يكتف الدلالة ديال الموضوع ديال الفيلم. هذا الفيلم ديال خبز وملائكة اللي هو فيلم وثائقي كيتكلم على واحد المكان ديال الذاكرة، وفي الواقع أنا بغيت نفهم هذا المكان، بغيت نعرف كيفاش كنحددوا أماكن الذاكرة، كيفاش يمكننا ننتزعوهم، كيفاش يمكننا نربطوهم بالشخصيات اللي معنية بالأماكن ديال الذاكرة، كيفاش نفهموا قصتهم. ففي الواقع الفيلم خبز وملائكة هو فعل ديال الذاكرة، يعني هو محاولة للاشتغال على الذاكرة. المكان الذاكرة واش هو المكان اللي كان نتذكروه، واش هو المكان اللي كنزوروه مرة، واش هو المكان اللي كيشتغل فيه الخيال ديالنا. هذه هي الأسئلة اللي يعني اللي كتشتغل في الفيلم واللي اشتغلت في الذهن ديالي. لا الضحايا في الفيلم اعترفوا بأنهم حصلوا على جزء من التعويضات، يمكن ماشي بالتعويضات الكافية ولكن قدروا يعملوا. والفيلم ديالي ماشي على المسؤولين، أنا الشريط ديالي هو على المقبرة اللي هي يعني معاصرة لينا كمكان للذاكرة، واللي كان الهدف ديالي هو نفهمه. ونحاولت في الفيلم أنني نجد العناصر والخيوط اللي كتربط المقبرة بالعائلات يعني الأشخاص اللي اشتغلوا على الملف ديال المقبرة. هذا هو يعني الأولوية ديال الشريط ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.